الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو ظاهر رجل من زوجته بغير أمه كقوله أنت علي كظهر أختي، يقول أحسن الله إليكم، إذا ظاهر من زوجته بقوله أنت علي كظهر أختي، فهل يعد ظهارا؟ نعم، إذا شبهها بمن تحرم عليه صار ظهارا، ما يتعين أنه يشبهها بأمه فقط، إذا شبهها بمن تحرم عليه كأن يقول أنت كأختي، أنت كعمتي، أنت كخالتي، فإن هذا يكون ظهارا. نعم.